وقبلها كان المهاجم سيد أحمد أواج قد مدد عقده مع المولودية لموسمين إضافيين عقب نهاية عقده جوان الفارط مقابل 220 مليون سنتيم. عواج الذي كان محل اهتمام صفاقسية تونسي وعدة أندية أخرى فضل البقاء في المولودية وأعرب عن سعادته بذلك. جدد العقد تاعو لسنتين. Bien qu'il a eu des contacts un peu partout, surtout à l'étranger. وانا على بالي على الاترانجي وين قصرت معاه بوكو سور كان عنده ان بروجي سبورتيف على الاترانجي الى بريفيري يقعد مع عائله مولوديه الجزائر لانه بور لوي لو اي نا با فيني سا ميسيون هو نفس هاد ليكيب صافي 3 زون وهاد العام واليوم زدت 2 زون الحمد لله ان شاء الله صافي 5 سنين درك ميم لاكاف درك حنا سوفرينا سوفريت مع اصحابي انايا في لاكوب لاكاف شغل خلاتني نزيد نكمل هذه المغامره هذه مشيت مام نمسيه اي واحد يتمنى يلعب في مولودية الجزائر.